انضم إلينا من القدس المحتلة لمزيد من التفاصيل أحمد البوديري مراسل الغد. أحمد، في البداية كيف تمكن هؤلاء الأسرى من الهروب رغم أن السجن شديد الحراسة؟ بشكل سجن جنوبي يعتبر من أكثر السجون والأكثرها تشددا في الحراسات، ولكن يبدو أن أولئك الستة الذين كانوا في زنزانة واحدة، خمسة من حركة الجهاد الإسلامي والسادس هو زكريا الزبيدي الذي كان قائدا لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة ستة، استطاعوا الفرار وذلك بحفر نفق داخل الزنزانة. يقولون في إسرائيل بأن هذه العملية استغرقت سنوات ولم تستغرق فقط عدة أشهر، وذلك بسبب وجود الخرسانة والحجارة وما إلى ذلك، ولكن في نهاية المطاف وفي طي الكتمان استطاعوا حفر هذا النفق في ساعات الليل المتأخرة، على الأغلب في الساعة الواحدة ليلا. في تفكير مدينة القدس استطاعة أو بدأت عملية الفرار واختفوا تماما، أفاروا واختفوا. بعض المزارعين اتصل بالشرطة الإسرائيلية وقال له بأن هنالك مجموعة من اللصوص الذين يتجولون في المزارع، وبدأت الشرطة البحث ولكن تباطأت المسألة إلى حتى أن اكتشف السجانين بأن هنالك زنزانة كاملة خالية من الأسرى، وبدأت عملية البحث عنهم باستخدام الطائرات المروحية كلاب الحراسة وبطبيعة الحال السيارات الأمنية والاستراتيجية التي بدأت تجول كل تلك المنطقة. هذا السجن يقع في داخل إسرائيل ولكن هو الأقرب إلى مدينة جنين التي على الأغلب هي المكان الذي سوف يفكر الجانب الإسرائيلي الذهاب إليه، وذلك بإجراء عملية التفتيش. ولكن في العموم قائد المسؤول ومدير مفتاح السجون وهو قائد عسكري قرر بأن يتم نقل 400 من السجناء الأمنيين من داخل السجن جنوة إلى معتقلات أخرى، وذلك خشية وجود أنفاق أخرى في هذا السجن. نعم. أحمد، ماذا عن الإجراءات الأمنية لملاحقة الأسرى؟ الآن الذي حدث بأن يتم بينما نحن نتحدث وضع حواجز عسكرية عمليين في كل مكان، يضعون حواجز عسكرية قرب السجن بطبيعة الحال، مداخل مدينة جنين، مداخل مدينة نابلس، حتى في مدينة القدس يقومون بإيقاف عدد من السيارات وتفتيشها، هنالك ظن بأنهم استخدموا السيارة، هنالك ظن بأنهم قاموا أيضا بالتواصل مع أحد الذين ساعدوهم في عملية الانتقال من مكان إلى آخر، وأنه ببساطة بقوا هذا السجن مختبئين في المزارع، من صور لسنوات في حفر هذا النفق يمكن له ان يصبر بضعه ايام، ولكن هذه العمليه هي عمليه امنيه تحدث في الوقت وتوقيت مهم جدا، هذه تحدث في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن فشل صفقه الاسرى تلازم الاسرى وعن فشل ان يكون هنالك امتداد لهذه المساله، وبالتالي يقولون بان هنالك في اسرائيل خلل امني كبير، لان السجون هي ليست بالامر اليتيم في اسرائيل من ناحيه الانفاق المالي. الآن تحدث هذه الإشكالية الكبيرة، عندنا دائما نتحدث عن قرابة 4800 أسير فلسطيني موجودين داخل المعتقلات الإسرائيلية المنتشرة، تاريخ فرار الفلسطينيين من السجون لم يكن تاريخا حافلا، وذلك بسبب الإجراءات والتمديدات الخرسانية التي تكون بالعادة في هذه المعتقلات الإسرائيلية، ولكن في نهاية المطاف هذا هو وضع أمني جديد سيستدعي خلال الأيام الماضية إذا لم يتم القبض عليه خلال الساعات الماضية أن يكون هناك عمليات عسكرية إسرائيلية بالاقتحام لعدد من المدن والقرى الفلسطينية، إضافة إلى عملية استخباراتية معقدة لمعرفة من الذي ساعد أولئك من الخارج وإذا ما كان هنالك مساعدة، وعمليا تطبيق هذه الأزمة بالقبض عليهم، وإلا سوف تبقى الأجواء الأمنية في إسرائيل ملبدة بالعديد من التناقضات وأيضا التصريحات التي سوف تنتقد في هذه مصلحة السجون. أحمد، وكما نتابع معك هذا الخبر العاجل حيث ورد استدعاء مئات من عناصر وحدة الشرطة الخاصة إلى سجن جلبوع، ماذا لديك من معلومات؟ لا أعلم حول هذا الخبر شيئا، يعني بطبيعة الحال لأنه في مثل هذه الحالات يتم بعض رفع حرج أو أنه كان هنالك استدعاء، لا أعلم إذا كان هنالك استدعاء. القضية هي قضية أمنية وليست قضية يعني سياسية، بمعنى بأن الجانب الإسرائيلي يتصرف الآن وفق خطط أمنية يتم وضعها من السابق في حال وجود هنالك أي من الإنذارات الأمنية، بمعنى آخر بأن هذه الحالة الأمنية هي ليست عبارة عن مفاجآت القرن،
طبعا سوف يحدث هنالك حالات شرار، وبالتالي هنالك خطه امنيه وضعت مسبقا من قبل الشرطه الاسرائيليه ومن قبل الجيش الاسرائيلي، يعلمون كيفيه المتابعه، كيف يمكن عمل هذا السجن عموما الذي تم بنائه، هو سجن حديث الى حد ما، ليس معتقل الرملي القديم الذي يعود الى الثلاثينات من القرن الماضي، ولكن هذا سجن جديد تم تجهيزه من قبل مجموعه من الاسرائيليين الايرلنديين الذين ساعدوا في عملية خلق سجن ومعتقل قادر على إتمام هذه المسائل. هنالك العديد من الأسرى، الأسماء كبيرة من الأسرى، أولئك الأسرى عموما وهي قضية مهمة، هم يعني محكومون بالمؤبدات، يعني أحكامهم عالية جدا، وهذه طبعا قضية تتعلق ب لا يوجد هنالك أمل لأولئك الأسرى داخل هذه المعتقلات الحياة، وبالتالي أن يكونوا لحفر هذا النفق هو أمر متوقع جدا. المعارضة الإسرائيلية وأيضا العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، الجميع الذين يتعاملون بهذه القضية تماما كأي قضية أمنية إسرائيلية وليس قضية سياسية، كما يتم التعامل معها بعدم انتقاد الشرطة وعدم انتقاد الجيش، ولكن المطالبة بأن يكون هنالك تحقيق، وهذا أصلا الذي سارع واستبق بدون وضوح السجون القوي، لما تم أن بدأ بإجراء تحقيق موسع حول عملية هذه الفرار التي أصابت المجتمع الإسرائيلي أيضا بخيبة الأمل، بأن قيل لهم بأن كل الأموال التي تنفق على السجون الإسرائيلية إنما هي تنفق أيضا لإجراء أوضاع أمنية جيدة بالنسبة للإسرائيليين. وأيضا لابد الإشارة إلى أن عملية فرار أولئك الأسرى تأتي أيضا في الوقت الذي كان هنالك حالات قمع، هنالك حالات تفتيش شبه شهرية دقيقة جدا داخل المعتقلات، فإذا كانت الشرطة الإسرائيلية تبحث عن إبرة في داخل زنزانة كيف لها أن لا تجد نفقا؟ فهذا هو السؤال الذي سوف يكون على مدير مصلحة السجون أو على الأقل مدير هذا السجن الإجابة عنه، لأن كل عمليات الاقتحام والتفتيش الدقيق جدا والبحث عن الهواتف الخلوية والبحث عن بعض المعدات والبحث عن بعض الأجهزة المهربة من هنا وهناك والتي يتم الحصول عليها بشكل مستمر والتي يتم تهريبها من هنا وهناك لتدخل المنطقات، وفجأة يكون هنالك فتحة لنفق كما رأيناها في الصور، نعم، والتي يعني يستطيع أن يمر منها إنسان، وبالتالي صحتها إلى حد ما هي حوالي 60 سنتيمتر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أحمد البوديري، كنت معنا من القدس المحتلة.